حضرت احتفالية بالنيجر اسمها القروال. احتفالية تصير مرة بالسنة بعد موسم الأمطار، حوالي آخر 9 يمكن نص 9، بعض المرات تصير بداية شهر 10 على حسب. فهذه تصير مرة بالسنة وتصير في دولة تشاد والنيجر فقط، لأنهما من قبيلة الودابي اللي يحتفلون بهالاحتفالية. والفكرة غريبة وتختلف عن أي احتفالية ثانية أنا قارية أو شايفة عنها، اللي هي البنت هي اللي تختار الزوج أو شريك حياتها. فرحت أبي أشوف هالشيء وأصوره وأوثقه، لأن من بعض الصور اللي أنا كنت شايفتها قبل ما أروح استوعبت أن هذا شيء نادر، ويعني حق توثيق شيء مهم جداً أن الناس تشوفه. إيه احتفالية مخصصة حق البنت أنها تنقي زوج أو شريك حياتها. فتصير هي بعد موسم الأمطار، فيروحون بأماكن تكون مستقرة لهم أن يقعدون فيها خلال هالأربع أو خمسة أيام حق الاحتفالية، ما تكون قاعدة تمطر عشان الناس تقدر تحضر وتقدر تشارك بالاحتفالية. أنا خذاني 3 أيام تقريبا عشان أوصل مكان الاحتفالية اللي قرروها. طبعا أنت لما تكون هناك مو عارف اللوكيشن بالضبط وين راح يكون، في نوع من الاتصال ما بين مثلا شيخ القبيلة والمرشد مالي أو السايق مالي، قاعد يحدد المكان اللي راح يكون فيه، لكن مو بالضبط عارفين وينه. يمكن يحددون يومين قبل الاحتفالية أنه راح تصير في الموقع الفلاني في البر. فبعد تقريبا 15 ساعة بالسيارة، حوالي يومين ونص عشان نوصل، الدش من ضمن الاحتفالية والشيء الأساسي هو تزيين وجوه الريايل، يعني حالقين على الآخر ما في شعر، يحطون الألوان بشكل يعني جدا جميل وألوان فاقعة. وبنفس الوقت خلال الاحتفال نفسه الرقصة اللي قاعد يرقصونها واللي قاعد يمارسونها محتاجة طاقة مو طبيعية، وأهم شيء اللي قاعد يسوونه هو تعابير الوجه. وتشوف حتى شيخ القبيلة وفي امرأة كبيرة هم بالسن تي وتشجعهم أو تزفهم طبعاً بلغتهم. فهذه الأشياء كلها اللي تخلي الشباب يتنافسون بينهم وبين بعضهم، 30 واحد واقف. خلال الاحتفالية عندك 30 ولد لازم يزين وجهه بطريقة ملفتة حق البنت عشان تختاره. ومن ضمن الأشياء اللي يلبسونها غير الريشة اللي تكون على الرأس أو السلاسل، هذه الكبوس اللي يبتم من القبيلة نفسها.
يعني شيء جدا مميز عشان البنت تقدر تختار الشخص اللي تبيه. وجودنا احنا هناك كناس زايره غربيه من برا عادي، هم متوقعينني ليش؟ لان في نوع من الاستئذان صار من شيخ القبيله ومن الجهه اللي جايبتنا، فهذه الاشياء ترتبت، فلما انت توصل هم متوقعين راح يجون لنا اجانب. المهم ان احنا ما ناذيهم، ان هم يشوفوني يستانسون بالمنظر اللي قاعد يشوفونه، الشباب اللي قاعد يحتفلون وقاعد يورونا مهاراتهم. اهم شيء ان احنا ما ناذيهم، لازم نحترم ان احنا جايين زايرين، بس هم ما عندهم اي مانع، بالعكس يستانسون. بس للحين العدد بسيط من الناس اللي قاعد تيجي وتزور الاحتفاليه هذه سنويا، فلما توصل تقدر تاخذ راحتك بالصور، ما في مانع، وانت داش احتفاليه، فيعني الموضوع انه حق الجمهور، فالتصوير طبيعي ان كان فيديو او بالكاميرا ما في مشكله. مع اهل البلد وهم اللي بالقبيله نفسها غير اللي قاعد يرقصون، تقدر تشوف اذا هم عندهم مانع، بس عامه ما عندهم مانع، وهم فيهم فضول انت منو هم اللي جاي يزورهم. بس يعني ممكن تبتسم، تتكلم معاهم، تسوي سيلفي معاهم، يعني تجاوب معاهم، ورهم الصوره اللي صورتها، وهم ما عندهم اي مانع حق هالشيء، وعارفين حاسبين حساب. المهم في استئذان صاير مسبق، بس مو منك انت مباشره، صاير بطريقه غير مباشره. طبعا الناس اهل القبيله حياتهم ترد كما كانت، اللي هي حياه بسيطه متنقله من مكان لمكان، مع الماشيه مالتهم، مع الجمال مالتهم. ف يعني مو ان متعاشين كانه 2020 او 21 او 2018 لما انا رحت. ف يعني يظلون يتنقلون في البر ويشوفون الاماكن اللي تنفعهم على حسب الموسم. حضور هالنوع من الاحتفاليات اللي بأماكن منعزلة مع قبائل صغيرة ما حد يدري عنها، بالنسبة لي أحلى من أي نوع احتفالية ثانية أنت يمكن تشوفها بالأخبار وتسمع عنها وقاري عنها وشبعان منها. فبالنسبة لي هذا شيء أدور عليه وأكرره، بس عشان أوثقه وأوريه حق أهلي وأصحابي وأي حد وده يشوف هالشيء.